مثل ما انتم شايفين هلا هيضلوا العداد يطلع لما نوصل ل 100%. اذا الفريق الثاني دخل واخذ منا النقطه يبقى ايش؟ يبقى لازم نرجع ناخذها احنا منهم. اذا ما زبطت انا هضلني ورا ماخذ راحتي. ايش شفت هلا؟ هو كان رح ياخذ النقطه وانا دفعت عنها. يا بيبي النقطة الأولى صارت لنا، لازم نفوز خريطتين من أصل ثلاثة. فلو هما فازوا خريطة الثانية نلعب الثانية هلا. أوه قريبة كتير كانت، يا كاد أن يفعلها، كاد أن يفعلها. يلا أوكي ممتاز. طبعا هلا أعزائي المشاهدين أنا كتير استمتعت صراحة، أتمنى أن تكونوا أنتم استمتعتوا معي كمان بنفس الشيء.